يا ترى لسه مستنياني يا نبيلة؟ معقول؟ معقول أمها تسيبها تستناني؟ زمانها اتجوزت وخلق، معقول؟ صباح الخير. صباح النور. اديني استنيت اسبوع وجيت. المركب اللي طلع عزبه السمك وصلت؟ لا لسه ما وصلتش. هتيجي امتى؟ كمان على وصول. مش معاك شرطك، واقعد عليها واستريح. اخيرا راجع لك يا عزبه السمك. وشهاب كمان. يا ترى اتجوز مين؟ وابوي، ابويا ظنه فيا ايه دلوقتي؟ انا لا يمكن ارجع العزبه دي تاني الا اذا كان معايا تمن رفاص بموتور، 40 حصان يوصل بيك لآخر البحر، تعبي سمك الدنيا وترجع. وإذا ما قدرتش يا جابر يبقى مش راجع. ما تفسح يا أخويا، عايزين نركب. اتفضلي. عبد الخالق. الله، مش معقول جابر الأشول، عاش من شافك يا راجل. أنت واخد عزالك ورايح على فين؟ وصفت في البترول وبال أمالتك. يلا بينا يا أولاد، حط الحزار يا ريس، اطلع يا طلعه. نفر واحد، نفر واحد، نفر واحد، نفر واحد. لا انا عاوز تاكسي مخصوص. مخصوص؟ يبقى انت جاي للشركه بقى. شركه ايه؟ شركه الجهاز اكسلانس. هو انت مش مهندس ولا ايه؟ هو هنا بقى في شركه للبترول؟ امال شوف، ما دام جيت هنا يبقى قدامك طريقين، يا اما جاي للشركه ودول عربيات الشركه بتستناهم، يا اما بقى نازل اي عزب من على الخط ودول مفيش قدامهم غير عزيزه. قلت ايه؟ انا رايح عزبه السمك ومستعد ادفع لك نفرين بس تطلع دلوقتي على طول. ماشي اركب. خد نفر واحد. نفر واحد. نفر واحد كمان. نفر واحد. نفر واحد. مش اتفقنا نطلع على طول؟ وحشتيني يا نبيلة، وحشتيني قوي. وانت يابا يا ترى هتعمل ايه لما تشوفني؟ هتصدقني ولا هتبصلي زي عوايدك وتعرف اللي جوايا؟ لا يا اخويا، احنا محتاجينك هنا. سيبه يا شاب، سيبه يرحل زي ما هو عايز. انا اضرب ابني، بس يا كان ما ترجع، ترجع مرفوع الراس وتقول لي يابا ظنك ما كانش في محله. انا مش دافع لك اجره نفرين عشان تطلع طوالي. طب انا اعمل لك ايه؟ الفتيس بيعرف في التاني، بطلت. يلا رجاله زق. خليك وازوق انا. وقف يا اسطى. ما معيش برامل. والشلط حصلني على الموقف. احصلك ولا ما احصلكش؟ هو انا عارف هروح فين؟ هروح لابويا ولا لنبيله؟ انا ايه اللي جابني من اساسه؟ العصا تاني. مستحمد عبد الله سيزر عارف انك ما عملتش الفرامل. هرشك. يس يس. حضر يا بيلي. يلا فندق، كل واحد ياخد حاجته. عجبك كده يا استاذ هاني؟ عجبك؟ الفرامل بيفوت والفتيس بيهرب في التاني وزيت الكورونا بيخر والعفشه مش مظبوطه، يعني كل حاجه عملتها بايظه يا اسطى. تعلم السؤال الاول. الله. وبعدين بقى في الغلط ده
ما تشوف انت كمان شغلك وتطلع انت مين يا اخي في سوق السواقين عشان تعلم لي شغلي؟ عمو اتكل انت دلوقتي، اصل عفاريت الدنيا بتتنطط في خلقتي. ماشي ماشي، عبال عفاريت ما تخلص تنطيطك وانا خدت واحد دوري في القهوه. ماشي، وكون انت خلصت شغلك. على فكره جواب الضرايب جالك على المركب. ضرايب بلي؟ ايه يا اسطى. في افندي هيجي لك يا افندي. انت ازاي تنزل من غير ما تطلع الاجر؟ انا وانت ازاي تجري من غير ما تديني الشنط؟ هلا بيليا. اي نزل الشنط اللي هناك دي. ماشي، خد بشيشك منه. ماشي. جابر جابر ابن طه المنصوري. ازيك يا ستوهامي؟ انت ما بتعجزش ابدا. فاشر ده الدهن في العتاقي كفر. لا شديد برضو يا جابر. تعال تعال اقعد اقعد. واد يا بيليا أصل. ودي الشنط لبيت شهاب افندي. لا خليهم هنا. هو شهاب اخويا اتجوز؟ لا. غوريا هو الحقيقه كان حضره الناظر كان بده منى عينه يتجوز نبيله بنت مراته، بس امها بنت الشمشيركي ما وافقتش. ما وافقتش ليه؟ بنت شمشيركي. تعرف الشمشيركي ده يبقى ايه؟ ده اللي كان بيلبس عزيز بيه الجزمه واللي زمن يفضص بالضحك. وهي قصدي نبيله لسه متجوزتش؟ صدق يا جابر اكتر من 10 طلبوا ايدها مني، بس امها بتعصيها. وبصراحه بقى ولا مؤاخذه انا مش راضي اضغط على البت في موضوع اخوك ده بقى بالذات. ليه يا ستوهامي؟ وهو شهاب ماله؟ يظهر انه العلام الجامد قوي بيشقلط مخ النفر. تقصد ان شهاب؟ لا 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 انا مش اقصد انه هو مجنون، لا 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 لا، بس محبكها قوي والرزق بيحب الخفيه. استاذن انا استغلني. الا قول لي يا جابر، انت مش اسطى لسه برضه؟ اه طبعا. ليه؟ اصل شكلك كده وهدومك بيقول انك قبيت على وش الارض. ها صح ولا غلط؟ الحمد لله. وحتى شنطك دي عامله زي شنط المهندسين اللي بيشتغلوا شركه البترول. اه ايه حكايه شركه البترول اللي بسمع عنها من ساعه ما وصلت دي؟ بس اقعد. وادي بيا اتنين شاي. وماله نولا؟ تلاتة شاي في ريسك دبل على حساب الأستاذ هامي. الشركة دي فتحت بعد ما سافرت انت من هنا على طول، وفي ناس كتير اشتغلت فيها وهجت. طب وانت ما اشتغلتش فيها ليه؟ ما هو باين حال البلد واقف. لا انا احب ابقى حر نفسي، وبعدين بيمنعوا شرب السجاير هناك. قال ايه؟ خايفين لا تولع حريقه. انا ما احبش حد يقيدني خالص. بس انت غبت المده دي كلها فين يالا؟ ومش ملهوف على بيتك كده ليه؟ انا جايب لك معايا هديه صغيره كده يا استاذ وهامي. هديه؟ لسه ساكن جنب حلقة السمك برضو؟ لا عادش فيه لا سمك ولا حلقة. لا اسف بالظبط.
تقعد. معلش، لكن انت ساكن مطرح ما كنت ايه؟ لا، انا من النهارده ساكن هنا في الورشه. اتخانقت مع بنت الشمشيرجي، لكن مش هطلعها، هخليها زي الارض الوقف. طب انت لبست السويتر بالمقلوب؟ ايه ايه. معلش يا اسطى، انا ما كنتش عامل حسابك. معلش، خد ده قيفه على مقاسك. وريني يالا. لا يالا، سيبولي ده يا اسطى، في عرضك ده مش مقاسك، في عرضك يا اسطى. شاب افندي. ايوه انا يا ست منابيله، ازيك؟ ولا في حد كان يصدق انك هترجع. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك. احنا هنفضل واقفين على الباب كده كتير؟ معلش يا سي جابر، اصل مفيش حد غيري هنا دلوقتي. الاسطى تهامي اتخانق معايا النهارده وساب البيت، تلاقيه في الورشه. ما تزعلش مني يا سي جابر، اصل ولادي الناس يعني. لا لا ابدا، مفيش حاجه. بالعكس بالعكس، ده يعني حضرتك بتزيدي معزه في نظري لانك ست محترمه. الحقيقه انا كنت جايب حاجه بسيطه كده للبنت الشقيه الصغيره دي، نبيله. البنت الصغيره كبرت وبقت عروسه قد الدنيا. صحيح. أيوه. هي فين؟ عند مفاتن صاحبتها. وازاي تسيبها تخرج لوحدها بعد ما كبرت وبقت عروسه؟ ما هم ساكنين هنا قريب، ساكنين في البيت اللي في وش دكان خالك حسين على طول. متشكر. دي هديه بسيطه ليك. يا خان يا خان، جابر؟ أنا جابر يا خال، جابر طه المنصوري، جابر لاشوان. نسيت يا خال؟ انساك ازاي يا ابني؟ انساك ازاي يا حبيبي؟ ده انت وحشني قوي يا جابر. انت اللي وحشني قوي 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 يا خال. اهلا يا حبيبي، أنا جيت أهو يا خال. الحمد لله بالسلامة يا حبيبي. رجعت يا خال. أهلي. على فكرة يا خال، أنا رايح لأبويا. خد بالك، رايح لأبويا. رايح لأبويا. توفيت بوعدك وجيت يا جابر. مش ابن طه المنصور اللي يخلف الوعد. نبيلة، لسه بتحبيني ولا نسيتيني؟ انساك، محاولة
الدنيا كله يقدر يخليني. خدي نفسك، خدي نفسك الأول. مش مهم، أنا روح ردت فيي أول ما سمعت. ها ما تغيرتش يا جابر، برضو زمان كنت تيجي تقعر في الحارة، أنا رايح لأبويا عشان أسمعك، وتيجي هنا وأجري وراك. خد يا نبيلة دي هديتي ليك. هديتي إنك رجعت وما خنتش العهد. افتحيها بس شوف فيها إيه، عايز أطمن على فرحتك وأجري على بيتنا. سيبنا اتملى منك الأول، عايز أحفظ تاني كل خط في وشك. 7 سنين يا مفتري، وشهر، و9 أيام كان فين قلبك كل السنين دي؟ عيني يا مجنونة، هعملهم لك بالرمل لو كانت بصت لحد غيري. اوعى يا نبيلة، أنا لو في طبع الخيانة ما كنتش جيت. كمان ما كنتش عايز تجي. أقولك الحق، إن كان أملي ضعيف أوي إني لاقيكي باقي على العهد ومستنياني، والله والله لو قلتلك صوابع العشرة شمع ما هوفكيش حقك. لا، مش خسارة فيك 7 سنين وشهر ويوم زي ما انت حاسباهم. لا، و9 أيام. لا، مفيش رمل تاني. شفت ازاي انك ما حسبتهمش؟ اصل اللي كنت بشتغل. لو كنت بتشتغل مدير الكوبانية حتى كان هيبقى عندك وقت تكتب لي جواب. انت بتعرف تكتب. هكتب اقول لك ايه بس، استني. كل سنة كنت بقول لنفسي هانت، السنة الجاية هكمل المبلغ وارجع لك. لقيت السنة بتفوت ورا السنة لحد ما بقى عمري 35. قلت هستنى ايه أكتر من كده؟ عارف ايه اللي كان بيقويني ويخليني استناك طول السنين اللي فاتت دي؟ نفسي أعرف. كل يوم اتنين كنت اخد قارب الحاج نصر وافضل اقدف لغايه عرض البحر واقعد هناك لوحدي اسرح وافكر فيك وافتكر يوم ما رحنا بورسعيد، يوم ما عمي مات وانت جيت تعز ابويا. انا ما كنتش رايح لابوكي ولا حاجه. ماني عارفه انك كنت جاي عشاني. فاكر يومها لما زوغنا وطلعنا على المينا انا وانت؟ ساعة ما شفنا مركب الخواجات، راجل القبه وهو بيقدم الست وهي خارجه من باب المركب، والله الراجل التاني اللي كان بيجيب الكرسي ويقعد الست، وكل ما تنزل سلمه يمد ايده ياخد بايدها، كانوا بيسمعوا مزيكا من غير مغنى. الا اخويا شهاب لسه بيحب المزيكا دي برضه. راجل يحترم الست ويقدمها، ده كان عهدك معايا. ياه، بقى حكاية بورسعيد هي اللي خليتك مستنياني 7 سنين وشهر وتسعة أيام، وأنا عيني راجل يحبني ويقدمني ما يهنيش ولا يضربني زي ما جوز أمي بيضربها ويعورها. أنت إيه اللي في وشك ده؟ ها؟ لصت هامي الابيض جوز امي. انا كنت نسيت الحكايه دي بعد ما سمعت صوتك. خلاص بقى ما تبصليش وانا كده، ما تبصليش. انت اتهبلتي يا بنت، انت اتهبلتي. هو ما تقولش يا بنت، انت يوم ما كنا في نولا بدومة وكان يوم اتنين برضو قلت انك هتسافر وتشتغل لحد ما تحوش فلوس
ترجع تخليني ست احسن من كل الستات اللي شفناهم على المركب، ولا انت رجعت في كلامك؟ لا ابدا. خلاص يبقى ما تقولش يا بنت. خلاص يا ست. لا قولي يا هان. نبيلة هان، امي كانت بتقولي انها لما كانت بتروح بيت عزيز باشا كانت بتلاقي عزيز باشا ذات نفسه بيقول لمراته يا هان. جاب جابر انت رحت فين؟ جابر يا شوى ترجى الراجل شفته في حياتي. نبيلة الشمس قربت تغيب، روحي انت وانا هروح لابويا اسلم عليه. تروح لمين؟ ايه مش عايزاني اروح لابويا؟ لو انت ما تعرفش. ما اعرفش ايه؟ اصل ابوك الحاج جابر المنصوري تعيش انت؟ اخويا جابر ابني يا حبيبي ضلايا. صحيح ابويا مات يا امه؟ اللي خلف ما ماتش يا حبيبي. وحشتني قوي، وحشتني قوي يا اخويا. يلا نروح. انا من ساعة ما وصلت البلد وانا راسم في دماغي اني هستنى لحد المغرب. أنا عارف إنه بيصلي هنا في الخلوة بتاعته، هستنى لما يخلص صلاة ويقرأ الورد. حرما يا أبا أجري على إيده وأبوسه أقول له ادعي لي يا أبا ادعي لي. أجي من أي شيء تراب تراب. كسرنا كلنا ليه يا ضلال؟ يلا لازم الرب يخلص. يلا حبيبي يلا نروح على البيت. يلا يلا يا كان نفسي أفرح أبويا قبل ما يموت. كان في إيدك تفرح. أمال أنا اتغربت ليه؟ اسأل نفسك. افتنيت يا جابر؟ قدرت في السبع سنين تقب على وش الدنيا زي ما كنت بتحلم؟ عندك العربيات والخادم والحشم. طب زعلان على ابوك ليه؟ انا ابنه من صلبه
والاب يسيب ابوه وقت محنته وقت مرضه. طب بعدين الكلام ده يا امي؟ هو عيه كتير من بعد ما سافرت بسنة واحدة، كان يتطلع على السماء ودموعه تغسل وشه ويقول لي يا ترى حاضر اشوف جابر تاني، وكان يسأل وهو محتار ليه جابر عاوز الدنيا من غير ما يتعب فيها، ليه عاوز الفلوس والعز وهو لا عاوز يتعلم ولا راضي يشتغل معانا هنا. ما كنتش عايز اعيش في الفقر، كنت عايز ارجع لك ومعايا صندل بموتور 40 حصان تبقى انت الرئيس بتاعه. وديك رجعت ومعاك 80 مركب، بس فين ابوك؟ كنت فين لما؟ ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي يا امي. لازم اخوك يعرف الحقيقه عشان يفهم ويفكر ان ساعه مال العالم ما يغنيش عن وقفه الابن الكبير وسط عيلته. عملت لنا ايه في غربتك يا جابر؟ عالجت ابوك لما جاله المرض؟ اشتغلت بداله؟ منعت اخوك الصغير انه يتبهدل وهو شايل لوحده حمل عيله بحالها؟ عرفت ان اختك الطاف اتجوزت واخوك دي هو اللي جهزها بالقرشين اللي كان بيقبضها؟ تفيد بايه الفلوس اللي جبتها معاك النهارده؟ خلاص سنين الشقه عدت وما بقاش حد محتاج لوقفتك. تفضل متع نفسك انت بالفلوس اللي جبتها. سامحني يابا، سامحيني يا ام، انا ما حققتش حاجه، حققتش اي حاجه. كل اللي راجع بيه شويه الهدوم اللي جبتهم، شويه هلاهيل ادوب مع الايام. هي دي الحقيقه، مش قادر اكدب اكتر من كده. هي دي الحقيقه، ما قدرتش احوز حاجة. انت لسه صاحي يا جابر ومغير يا ابني ونام؟ نسيت الشنط عند التهامي. طب جلابيت اخوك شهابة ايه؟ نظيفة ومكسورة وزي الفل، ومغير يا حبيبي. لسه ساعة لميعاد المدرسة، ما تيجي نتمشى على البحر شوية بقى؟ ما وحشكش المنظر الجميل ده؟ أنا دايما أحب أجي هنا قبل ما أروح المدرسة، وبالذات يوم الاثنين. اشمعنى يوم الاثنين؟ الله، سامع؟ سامع صوت الناي؟ تعال تعال شوف، شوف خالك بيعمل ايه. يعزف ناي من امتى؟ من بعد الحكايه اللي حصلت له. معقول الخوف يخليه مزيكاتي بعد ما كان بتوه؟ ما هو ده اللي كان محيرني وقعدت افكر فيه كتير. تعرف صوت الايه؟ خالك ده عنده احساس مبالغ فيه بذاته، دايما فاكر ان هو اقواهم وان هو اشجعهم وان هو احسنهم، لحد ما داس على اللغم فجاه. يوميها حس برعب شديد. معقوله العملاق ده كله يتنسف في لحظه؟ خاف وهلوس وصرخ لدرجه الاغماء، ولما فاق اكتشف الحقيقه المره، اكتشف انه انسان عادي جدا وانه بيخاف ولدرجه الرعب كمان.
إحساس الإنسان بأنه دايما لازم يكون هو الأقوى وهو الأغنى وهو الأزكى وهو الأحسن بيشل تفكيره في لحظات مواجهة الخطر، بيخلي فيه خوف مبالغ فيه، هستيريا. أنا رايح المدرسة. شيل يا شهاب الحاجات دي. بقولك ايه يا جابر، ليه ما تروحش تجرب حظك في الشركة يا اخي؟ ها؟ ده انت سواق شاطر. اه، والعربيات رايحة جاية على الشركة بقالها كم يوم؟ اصلهم اكتشفوا شواهد بترولية جديدة. بتع قوي، هو الوحيد اللي قدر يخليك تقبل الشغل في الشركه. شفت الشال اللي انت جبته لي حلو ازاي؟ ربنا يخليك. شهاب عجبه القميص؟ قميص؟ اه حلو حلو يا ابني، تعيش وتجيب. الا انت سبت الشنط عند التهامي الابيض ليه؟ وانا يوم ما جيت كنت في ايه ولا في ايه؟ هي الساعه كام دلوقتي؟ تصدق ان ده اول يوم اتنين يخرج فيه الشهاب متاخر كده؟ هو بيخرج بدري يروح فين؟ يطلع على التل ويقعد يبص للبحر. اه هو كان قال لي على الحكايه دي قبل كده. بس اشمعنى يوم الاثنين؟ ما اعرفش. هو بيقابل نبيله؟ مين؟ شهاب؟ شهاب مش بتاع الحاجات دي. طب ده حتى من يوم ما تقدم لها رسمه وهي ما رضيتش، مستهيالي انه نسي الحكايه دي خالص. وهي ما رضيتش بليه؟ جابر، ما دام نويت على الشغل باذن الله اتوكل على الله، ولما ترجع سالم غانم باذن الله نبقى نتحدد زي ما انت عايز. خد سيروات بالي. يا سلام، ده ولدي غلبان ويستاهل كل خير. اشكر حضرة العمدة يا هلا. شاكرين. بقشيش بتاعي يا اسطى. خد بالك من الورشة عم ارجع. مركب التأمين وصلت. هروح اجيب لحم. اطلع يا عمدة. شفت الاسطى تهمه وعمايله؟ حتى البشيش بتاعي بالهف. معلش خد اهو نص جنيه بحاله مجمد اهو. الله، انت بتعمل معايا الراجل الكبير ده ليه؟ شفت البنطلون بتاعك بعد ما استعيفته؟ حلو. ولسه اما تغسل هيكش، واما يكش هيبقى تمام التمام. اللي قول لي طريق شركه البترول منين؟ كده على طول من العمادي على طول كده. متشكر. اتأخرت ليه؟ وانت كنت اديتني اماره عشان اجي لك؟ انا كنت ناسي حاجه، جاي اخدها. كنت عارف انك هتيجي النهارده. نبيله، بتحبيني قد ايه؟
مستني. عايز اعرف اذا كنت مستنياني انا جابر طه المنصوري، ولا كنت مستنيها اليوم اللي تخرجي فيه من هنا وتبقي الهانم اللي بتحلمي بيها. ما عرفتش ردك. السؤال ده نط في دماغي 100 مرة. أنا عاوزة إيه؟ عاوزاك؟ ولا عاوزة حلم أنا؟ بالرد. ولا مرة عرفت أجاوب عليه. كل مرة أتخنق في العياط. جابر، صريح معايا؟ يعني مديني كل سرك؟ لا، قلبي مش مطوعني اخبي عنك الحقيقه. مش انت اللي اكذب عليك انا. لا لا، اوعى تقول لي ان السبع سنين والشهر والتسعة ايام ضاعوا من عمري هدر. هي دي الحقيقة. مش عايزة اسمعها. عارفاها بس مش عايزة اسمعها. عارفاها؟ مين اللي قالك؟ مش مهم مين اللي قالك، المهم انك ما طلعتش كداب. حاجة واحدة من انتظاري ما كانتش غلط. كمان كنت عاوز تكذب عليا؟ انت ليه ما قلتليش الكلام ده اول ما وصلت؟ ما قدرتش. عايزاني بعد غياب السنين دي كلها ارجع عليكي مستنظراني بصحيح، اصدمك اول ما اشوفك. عايزاني اقولك انا جاي مفلس، يلا نتجوز. انت ما اشتغلتش؟ اشتغلت، صدقيني اشتغلت كتير. ببلاش؟ ما كسبتش ولا حاجة؟ كسبت. حوشتش؟ ما حوشتش. تبقى ما حبتنيش يا جابر. ما تظلمنيش يا نبيلة. ده أنا يوم ما ودعتك وركبت المركب كنت فاتح صدري للدنيا، وكنت حاسس إني بعد سنة أو سنتين بالكتير هرجع وفي إيدي اليمين لانش 40 حصان لأبويا، وفي ايدي الشمال عقد شقتك بالسويس، شقة 3 اوض وصالة بمنافعهم في الدور الرابع على البحر، وعربية ملاكي كمان. يا ما حلمت انك بقيتي مراتي، ام عيالي النضاف بملايلهم المكوية. ياما وبرضه محوشتش حاجة يا جابر. ده كله ما خلكش تحوش. يبقى كنت بتنام وتحلم ولا تشتغلش؟ ما حدش اشتغل قدي ولا زيي. امال انت اتغربت عشان ايه؟ ما عشان كده كنت فاكر الدنيا هتفتح دراعاتها الراجل مجدع زيي ويدوني الرخصة اول ما اوصل. اتاري هناك موال تاني، تنامي في حتة وتاكلي في حتة وتقضي مصالحك في حتة تالتة، وكله بالفلوس. ده انا عشان اغير العنوان في البطاقه قالوا لي روح هات استمارات من العتبه. العتبه؟ العتبه ونمر اتوبيسات وترميات ودوخه. عرفت اجيب الاستماره ورجعت، قال لي لا ناقص شهاده اداريه ودوخه تاني وتالت ورابع، لحد ما عرفت راسي من رجلي. هناك كان اخر مليم معايا خلص. بياع سريح في المترو، نشاط فلايات، بنس حريمي بنس. ليه؟ ده انت معاك صنعة، ده انت قصة سواق قد الدنيا. في مصر مش مهم انك تعرفي الحاجة،
المهم يكون معاك رخصة. طب وماله؟ الأستاذ أحمد عباس معاه رخصة وتعامل أبيض معاه رخصة. هناك غير هنا. طب ليه ما طلعتهاش قبل ما تسافر؟ كنت فاكر إن هناك أسهل. أتاري هناك أصعب في كل حاجة. ده أنا عشان أطلع الرخصة اشتغلت شيال على كتفي ومنادي في موقف عربيات وعتال على عربيات نقل. نبيلة ده أنا كنت بنام في أوضة لو شميتي ريحتها تتخنقي. كنت أرجع. أرجع وإيدي فاضية وتقولوا عليا خايب؟ مش أرحم من هولك ده كله. في الآخر خدت الرخصة واشتغلت وبقيت أحوش كل مليم يفضل مني لحد ما كملت مقدم عربية نص نقش وشاركت الأستاذ عبده واشتريناها وسقت العربية بفرحة. كنت أبل ريقي من عرقي في عز الحر في أسوان وليالي كان دفايا صهد المطور وأنا في السلوم. كفيت كل ده عشاني عشان أنا جابر. السنة دي سددنا تمن العربية وفقت لقيت إن أنا اللي مهلوك في سواقة العربية وشريكي قاعد حاطط رجلي على رجلي وبياخد نص الإيراد زي تمام. اتجننت. أنت ما تتمريسش عليا. أنت دافع النص زي زيك بالظبط بس أنا بقى اللي بسوق العربية. اديني أجرتي. قال لي لا نفض الشركة نتمن العربية دلوقتي وكل واحد ياخد نصيبه. النار ولعت في قلبي. شقايا العمر كله يضيع. النار ما بردتش إلا لما العربية ذات نفسها ولعت. لا هو طال حاجة ولا أنا طلت. يلا يا احمد خلصنا. هوا يا بيه. 350 جنيه 350 جنيه ربنا يخليك. رافض بيه اجدع رافض بيه في الدنيا. يلا بسرعه الباشمهندس رافض اتصل وبيستعجلك. حمامه يا بيه. حمامه ده ايه؟ انت فاكر الطريق من هنا لهناك كله مسافلت؟ يا بيه حافظه بالمتر بس انت اللي يمنع العربيه. طب يلا خد المفاتيح من سيدنا على البوابه. ماشي. بسرعه. ماشي يا ريس. عاوز ايه؟ لو سمحت عايز اقابل مدير الشركه. وعاوز تقابله ليه؟ عايز اشتغل. وعشان عاوز تشتغل تقوم تقابل مدير الشركه حته واحده؟ اوعى كده. اوعى اوعى اصل العربيه. اوعى اوعى. بقول يا اكسلانس عايز تروح الباشمهندس رافق المدير اللي بيعاين. ايوه انا عارفه. تعالى. مش انت اللي كنت سايق ال؟ ايوه بس برضه اعرف الباشمهندس رافق. اركب. محتاج 350 جنيه يا اكسلانس. هنساهم حطه فيها مرتب سنتين من الشركه. اه كده يبقى حققت كل حاجه. اشتري عربيه ب 1000 جنيه والبها تاكسي واشتغل بيها في المحافظه وكده يبقى تم المراد. تقدر توفر من مرتب الشركه في سنتين بس كل ده؟ اه عايز اخلص بقى باللي انا فيه ده. اه انا امي ده عيالي. امي ده عيالي. هوب ده عيالي بيعيطوا. ما تحاسب يا اسطى. تحاسب ايه؟ العيب مش فيا. العيب في الطريق. طب هدي شويه احسن ظهري هيتمزع من كتر المطبات. مش حال لو كانتش العربيه جديده والمستعدين بتوعها جداد. استعد للزفه. واحد اتنين
ثلاثة أربعة. تعرفهم؟ ومسميهم كمان أصلهم ورا بعض عاملين زي الزفة. تم تك 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 تم تك تك. إيه الحكاية يا أسطى؟ أحمد عبيس كلام خدنا ومخدتش بالي من الوصلة دي. الوصلة دي أنا مسميها الملس الدمنهوري، أصلها ناعمة قوي ومتعرجة. هندخلها من أول على سرعة 10، ناخد كل المطبات بتاعتها بالراحة. هنفتح على 80 وتزن في المطبات بس. الوصلة دي فاضل عليها كتير. مالك؟ إحنا نحمد ربنا إن العربية مش محملة. غلطة زي دي ممكن تفرتك أي حمولة عليها، حتى لو كانت المساعدين شداد. قبل البير ما يشتغل ما كانش فيه هنا مباني خالص، بعد كده بقت استراحة إجبار. السلام عليكم يا رجالة. على فكرة دي اسمها عزبة الغبلاوي. ما تسألنيش يعني ايه غبلاوي. حاج غبلاوي، بعت لنا حد يشوفنا قاعدين هنا ليه؟ يا الساعة بقت كام معاك؟ ما تسألش على الساعة، الموتور لازم يستريح. ايه؟ الساعة كام؟ بقالنا 4 ساعات طالعين من البلد. هانت كلها 50 كيلو ونوصل. السكة قدامك فاضية، ما تشد شوية. اشد شوية؟ كده حقل الغام، كده مواسير بترول، كده نروح في داهية، كده يودونا في داهية. كان شرعة مهببة الشغل كبير. ليه ده انت هتاخد عليه؟ انت هتبقى احلى اكسلانس عملته في حياتك. ايه ده؟ وقف الله الشر يا باشمهندس. وقف ايه؟ انا سواق جديد هنا. ازاي تخش البير وانت مدور المطار يا غبي؟ انت مش عارف ان المنطقه مليانه غازات قابله للاشتعال؟ يعني شراره من الشكمان ممكن تحرق الدنيا كلها. يا بيه انا اعرف منين؟ قالوا لي ان الشكمانات متركب لها ضمان. برضه ممنوع. يا بيه انت واخدني على الحامي كده ليه؟ مش نتعرف على بعض يا استحسان؟ خد لك احمد عبيس وريه سكه البير. يلا وانت يا بيه احفظ السكه كويس، مفيش حد هيجي معاك تاني بعد كده، فاهم؟ حاضر. انت مين؟ انا جابر طه المنصوري، جاي اقابل سياده المدير. الاستاذ احمد قال انه هنا. ماشي من نص ساعه، انزل. عدم المؤاخذه يا باشمهندس، اصل انا جاي اشتغل هنا، معايا رخصه سواقه درجه اولى. ده قسط معتبر على ضمانتي يا بيه. ده عمل حته ملف يا باشمهندس، ما يعملوش تشرش. ده اختصاص المهندس رافع، روح له الاداره. طب ارجع ازاي يا باشمهندس؟ في عربيه نازله دلوقتي، روح استناها هناك عند البوابه. زور العربيه. ولا يهمك يا جابر، مقضيه باذن الله. رضينا بالغلب والغلب ما رضيش بينا. شهاب، شهاب اصحى، عايزك. اسمع الكلام اللي هقوله لك كويس. والله ما كنت اعرف انك بتحب نبيلة او هي بتحبك. انت بتحبها؟ لا لا. امال كنت عاوز تتجوزها ليه؟ ما كنتش اعرف ان في اي كلام بينكم، وانت لما سافرت قلت اي حاجه. لكن اتقدمت لها، وده معناه انك كنت مستعد للجواز، يعني على الاقل حوشت مهرها. انت بتعذبني بالكلام ده ليه؟ جاوبني، حوشت ولا لا؟ ايوه حوشت. هات الفلوس. ليه؟ لازم اهاجر ومحتاج الفلوس. تهاجر تاني ونبيلة؟
دلوقتي ما بقتش انفع حد، لا نبيله ولا امك ولا انت ولا اي حد. هو انت مش كنت رحت الشركه؟ مش هشتغل في الهبابه اللي مكنناكوا دي. ما عنديش استعداد اشتغل تاني ولا اتبهدل ولا اتذل. شهاب اديني الفلوس اللي انت محوشها. بس ايه؟ بس ايه يا حضرة الناظر؟ كبرت؟ نسيت اني كنت بساعدك في تعليمك؟ خلاص عاوز تاخد مكاني؟ عاوز تبقى كبير العيلة؟ عاوز تاخد خطيبتي؟ عاوز تورثني وانا عايش؟ أرجوك يا جابر بلاش التسرع ده. أنا هديلك كل اللي أنا حوشته، بس هجرتك تاني مش حل. ونبيلة المسكينة دي ذنبها إيه؟ هو شغلك في البير مش كان هيحل كل المشاكل؟ البير؟ البير ده موت وهلاك. ما شفتنيش وانا مرمي في صندوق العربيه النقل، كنت اصعب عليك. شهاب اديني الفلوس. طيب نبيله يا الف خطوه عزيزه. صباح الخير. تعالي يا بنتي صباح النور. اصل امي قالت لي انها عامله الطعميه دي مخصوص علشانك. عايزه تشكرك، قصدي عايزه تشكر سي جابر على ال ودي صح تتكلمي برضه وانت واقفه على الباب. خدي يا بنتي تعالي، ياك ما علشان كبرت نسيت انك ياما لعبت هنا. معقول انسى؟ ايه ده؟ طعميه؟ يو يا سحسين مش استنى لما شهاب وجابر يصحوا. كتر خيركم، تقعدي بالعافيه يا خالتي. اصله ايه ده يا اخواتي؟ صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا ام. اختي انت لسه نايم؟ وانا عيني هتغفل ازاي بس؟ حصر فزر مين اللي كان هنا دلوقتي وجاب لك الطعميه دي؟ ما انت كنت صاحي يا شهاب. يعني ما سمعتش الصوت الناعم اللي كان هنا؟ ما خدتش بالي والله يا امي. اللي كانت هنا نبيله كانت عايزه ايه؟ اني حسبتها بعقلي لقيتها كانت جايه تطمن عليك، بس حكايه الطعميه دي حجه. جابر اخذ الشيطان وابعد عن اللي في دماغك دي. احمد ربنا ان ليك في البلد دي اهلي وحبايب. يلا يلا قوم فوق فوق، قوم اغسل وشك، ده الفطار جاهز. يلا يلا يا شهاب يلا. اسمع يا شهاب، كلام امك مش هيخليني ارجع في كلامي. الفلوس هاخدها يعني هاخدها، وهشتغل بره مصر يعني هشتغل بره مصر. حاضر حاضر، بس انت مالك عصبي كده ليه؟ خد البس هدومك وانزل دلوقتي قدامي على البوسطه عشان تسحب الفلوس. النهارده لا. ليه؟ هنتمحك تاني؟ ما تفهمنيش غلط، النهارده الجمعة والبوسطة قافلة. حظ حظ، ده حظك كويس. نبيلة بتحبك، فاهم قيمة الإنسان لما يلاقي حد يحبه؟ لو اتغير اتجاه الريح النار هتاكل كل حاجة هناك. قلت فلاتين. ما أنا لما عرفت إن المسألة بقى مش نافع فيها أي مية، قلت أنقذ أي عربية من العربيات وأرجعها الشركة. ما هو كمان حرام يا رجاله، ده مال ناس برضو. الله يستورك يا استحمى، صاحب واجب برضو. عامل لي فيها راجل يا حي. وانا مش راجل يا اسطى اللي ايه؟ انتوا صدقتوا ان استحمى تخاف على عربيته بصحيح؟ امال رجع العربيه وسلمها للشركه فعلا ليه؟ ها؟ خاف على نفسه يا مسادة فندم. وف قول لي انت يا اكسلانس يا فالح، لو انت مكاني وشايف نار لا ليها اول ولا اخر وناس بتموت وناس بتولع، كنت هتعمل ايه؟ كنت على الزكتة ولفها على دراعي وبقلب جامد اهجم على ام النار، وبايدي الحديد دي اكبس عليها واكبس عليها لحد ما تخمد وتخلص. هي دي الرجالة اللي ما تعرفش حاجة اسمها خوف. بس ازاي بير زي ده ما فيهوش وسائل اطفاء حديثة؟ ها؟ طب ما يجيبوا تنبلات مطافي ورجالة ويطفوها. ده كان لازم يكون موجود في البير من الاول.
التقدم العلمي دايما ميكس بليس. ايوه اسم الله عليك، يعني مزايا وعيوب. انت هتخطط لي انت راخر. جرى يا استاذ هان، انت طايح في الكل ليه النهارده؟ هو ما حدش عاد مالي عينك ابدا. طايح اللي مش عاجبه يهز طوله ويوريني نفسه. ايه يا تهامي ده؟ ايه ده انت اخر منه ده؟ ابعد عني، ابعد عني. تعال انت. ايه في ايه؟ في العربيه يا مفتري. ودي فيها ايه؟ فيها ايه؟ انا على التجابر لسه طوم ضرب خالك. انت ما حدش مالي عينك. انت الوحيد اللي عارف يوقف التهم ده عند حد. الا لا مؤاخذه، حياتك راح فين كده على كده من الامادي بليا؟ اي روح اندالي خالي حسين. ايه روح اندالي خالي حسين واجب. الا لا مؤاخذه، حياتك بتزعق وكده ليه؟ عايزه في حاجه مهمه. بليا بلاش تندهلي خالي حسين. اسمع، انا مش عايزاك تفسر مجيء النهارده عندكم لاي حاجه. انا لما عرفت انك رحت البيرو وبعدين سمعت عن الحريقه قلقت عليك، مش عشان بحبك، انا بس بقي على العيش والملح اللي كان بينا. يعني ما قلتش حاجه ومال عملت اللعبه العيالي دي عشان تنادي عليا ليه؟ عشان نتصالح، نتفاهم بالعقل، نستعمل المكوك المليان اللي بيقولوا عليه شهاب ولو مره واحده. سامعاك. شهاب مره قال لي إن البني آدم اللي فاكر إنه أقوى الكل وعاوز يبقى أغناهم من غير ما يعرف إزاي يبقى بني آدم ملخبط. أنا طلعت البني آدم ده. لما مشيت من هنا ورطت نفسي في وعود ليكي ولأبويا. لما وصلت لمصر لقيت ان المساله مش بالساهل زي ما كنت فاكر. لما المده طالت اتلخبطت اكتر. كنت كل ما اشوف واحده متشعلقه في دراع جوزها الاقيها اصغر منك ومش في جمالك. بقى عقلي يقول لي معقوله نبيله لسه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ أكيد نسيتني خلاص. أكنك نسيتني من زمان يا جابر، وأنا لحد السنين دي كلها استناك. لقيت لك حاجة يا جابر. يا نبيلة استني وفهميني، أنا كنت محتاج أطمن نفسي إني مش غلطان. حاجة جوايا غصب عني بقت تقول لي إنك اتجوزتي وبعتيني، وحاجة تانية بقت تقول إنك مستنياني. الاتنين كانوا جوايا. عشان كده لما وصلت البلد جريت عليك الأول
وفي بالي ان هلاقيك اتجوزتي ويمكن عندك عيال. ساعتها كنت هشتمك والعنك واجري على خالي واعيط واشتكي لامي ولشهاب من غدرك وخيانتك. بحاول اتفكر اني زي اي واحده عايزه اتجوز وخلاص. انا في قلبك مش وفيه للعهد. كدابه بوشين نبيله افهميني. اوعى كل دي حاجه عشان تهرب مني وتسيبني. لا عشان اهرب من نفسي. اقولك على حاجه اخطر. انت عارفه العربيه اللي شاركت عليها عبده مين اللي حرقها؟ انا اللي حرقتها بغباوتي عشان اغيظه واحرق دمه. والنار ولعه قدامي. عرفت اني حرقت شقايا معاها. انا ايه يا نبيله؟ انا ايه؟ بني ادم ضد نفسه؟ وانا فين في ده كله يا جابر؟ انا فين يا جابر؟ حبيبه اغلى حبيبه. الكلام يا جابر. ايه يا نبيله؟ بالفعل انه فعل. قول يا جابر. نبيلة لازم تبقي متأكدة ان اي حل هقوله هو علشانك. اوعى تقول لي استنيني تاني. ابقى ما استفدتش من اللي حصل. ابقى بياع كلام وده مش هعمله. لو تعرفي انا بحبك قد ايه. من يوم ما رجعت وحبك في قلبي بقى مرض. ده دلوقتي لما رجعت عشان قدامك. لكن لما كنت لا عشان انت اجدع مني. انت سكه واحده لكن انا سكك كتير. بس انا هبطل الطبع ده على ايدك انت. هاتي ايدك في ايدي ونمشي احنا الاثنين من هنا. نهرب؟ لا هكتب كتابي عليك في المركز. طب ليه ما تطلبش ايدي رسمي؟ ما انا قاري فتحتك مع عمك زغلول وعمك توفيق الله يرحمهم قبل ما يموتوا وقدامك. لكن دلوقتي امك هتوافق ولا جوز امك؟ ما تخافيش. انا لما اشتغل بشتغل بجد وبكسب بجد. انا عرفت نفسي بس مش ضامنها. وعشان اضمنها لازم نمشي من هنا ونتجوز. وهتاخدي مني كل قرش بكسبه وانت اللي هتصرفيه بنفسك. صدقيني بعد سنه واحده هيبقى عندنا شقه كامله من مجاميعه. قلتي ايه؟ قلتي ايه؟ لا هروب معاك. لا يا جابر ده مش هروب ده حل. حل لايه؟ هو انا عامله مجبوره اهرب منها؟ وانا كنت استنيتك السنين دي كلها عشان في الاخر امشي في السر والناس تقول عليا كلام بطال. هقهر امي ليه؟ ليه عايزني اجري تاني على حاجه يا عالم اذا كانت هتحصل ولا لا؟ انت ليه بتقدمي الشر؟ انا هشتغل. وافرض ما اشتغلتش؟ ولا اشتغلت وطبعك القديم غلب وسبتني؟ يستحيل اسيبك. انت سبتني مره قبل كده. قصدي خلقت لنفسك حجه عشان تسيبني. لا هروب معاك. لا يا جابر صدقيني المره دي ما عادش في العمر اللي العب بيه. خبر ايه يا جابر؟ هي الواحده مننا بتعيش كم مره؟
في دماغي من كل ناحية. لقيت نفسي حامل حاجة أنا مش قدها، ما أقدرش عليها. هروب معاك لا يا جابر، أشوف لك حل تاني. هدور على حل تاني يا جابر. مفيش حل قدامي غير ان هاجر من البلد كلها. هاجر روح في 60 داهيه حد، بس يكون في علمك بقى انا مش هستناك. هتجوز، هتجوز اول واحد يدق على بابي. هتجوز اخوك شهاب. انت عايز مني ايه؟ عايز نعمل اللي في دماغك وبس؟ عاوز ارد لك جميلك باي شكل، بس ايدي مش طايله. عاوزك بس ظهري للحيط، عشان كده كل حل بقوله بيطلع خايب. خايب زي عقلي صح. اللي بيحب لازم يبقى قادر. انا ما عدتش قادر. أحسن حل ليك إنك تخلصي مني خالص. جابر! جابر ارجع يا جابر! جابر! ما تجيش العربية! يا جابر ارجع ما تبقاش مجنون! أنا هقوم لحد ما أتعب وأغرق! يا خرابي! الحقوني يا ناس! يا بشار! يا بشار! مالك يا ابني؟ مالك؟ الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله جابر حصل خير، حصل خير. كان في مركب ووقع. جابر؟ جابر يغرق؟ ده طول عمره متربى في البحر. ايوه نبيله شافته جت قالت لنا لحقناه على اخر نفس. جابر ابن سهى المنصور يغرق؟ لا لا، ده انتوا لازم تقول ايه اللي حصل. انت هتعمليها محداته؟ روح هات لهم غيارين وفطين عشان يغيروا لا ياخدوا برد. رايح حبيبي. لكن انت ايه اللي خلاك قلت له تهامي؟ ابدا، انا كنت نايم في الفلوكه بريح شويه، شفتهم قلت بس مسكت على الوسطى تهامي حاجه اسله بيها. ما كنتش فاكر بقى انه هيعمل كده. بقى انا قابل مجدعتك معايا برضو بالنداله دي. ده انت مديني 50 ساغ ومنطلون و أو ما افتن عليك. سامحني يا استاذ جابر، سامحني. مسامحك يا بيليا. لكن انت اسمك الحقيقي بيليا برضو؟ كاتبين في شهاده الميلاد عنتر، عنتر عبد الوهاب. شهاب، قول للحاجه تعمل حساب لوسطى عنتر في العشاء. يا سلام، اهلا وسهلا. ايه ده، بتناديني باسم الحقيقي وكمان وسطى؟ ايدك يا بوسه. ايه ده؟ لا اوعى تعمل كده تاني مع حد. الله يخرب بيت الفضا وقله الشغل، عموني وخلوني مش شايف العدو من الحد. الو الو، اليكم الاعلان الاتي. تنبهوا تنبهوا، فرصه عظيمه عظيمه لا تعوض. الشركه محتاجه سواقين لدرجه اولى، حينقلوا حموله والحموله للبيت. الشركة هتدفع لكل نفر سوا 1000 جنيه نقدا وعدا على داير المليم. 1000 جنيه كاش يا بلاش، 1000 جنيه كاش يا بلاش، علشان نقلة واحدة. نقلة واحدة يا سواقين، نقلة واحدة يا جدعان، نقلة واحدة يا بلاش. أمو دعيانه اللي هيطلع بالنقلة. على داير المليم 1000 جنيه كاش يا بلاش، 1000 جنيه كاش يا بلاش.
العربية جاب الساعة بقى 10. وسامع وسامع 1000 جنيه 1000 جنيه هشتري عربيتين اعملهم تاكسي يعني عمارة. صحيح ما دقت لما فرجت الشبكة والمهر والشغل كل ده من نقلة واحدة. طب مش تعرف الأول إيه الشيء اللي مطلوب نقله مقابل مبلغ زي ده؟ حتى لو كانت نار هشيلها هكبشها بإيدي وأحطها على ظهري لو عايزين. طب بطلت صوتك ليه؟ عشان أمك ما تصحاش، مش عايز أسمع نصايح حد. ايه اللي جابك يالا؟ معاك رخصة؟ معيش. روح لامك يا حبيبي، لازم رخصة درجة أولى. ايه ده؟ لا مؤاخذة يا أخي، وقف الدور. أنا جاي من العزبة شارج، يا دوبك الميكروفون خلص وأنا كنت على الطريق عدل، مش ذنبي إن بيوتكم مكره. يا أخ، هي عافية ولا إيه؟ هي عافية، عايز إيه؟ خلاص يا أخ، هيقف قدام أنا، خلاص. إيه إيه يقف قدامك دي؟ يعني أبقى أنا التالت؟ وقف الدور نزل يدك. معلش يا سناري، عندنا دي احنا كلنا شايين ناكله عيش، لازمتها ايه الفتوى؟ انا بس تعالوا لي كده، مش عايز دوشه. اتفضلوا اقفوا في الطابور. اتفضل اتفضل، اللي مش هيقف في الطابور مش هكتب اسمه. كل الناس تسمعني كويس، كل واحد يمليني اسمه ثلاثي، يعني اسمه واسم ابوه واسم جده، ويديني البطاقة ويجي الناحية دي، عشان اللي هكتب اسمائهم هيقابلوا الباشمهندس رأفة. مفهوم؟ اسمك شماندي علي الزواوي. شماندي علي الزواوي. البطاقة اتفضل. تعالى لي كده. اسمك جابر طه المنصوري. دي البطاقة ودي رخصة السواقة. مش عايزين رخصة دلوقتي، فيه امتحانات. يحيى العبد، ما فيش رخصة، ما فيش رخصة. بطاقة. لا 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 لا، سيب عنتر واقف مكانه يا تهامي. أستا تهامي غصب عنك. ايه ده؟ لو اي خناق هيحصل هكتفي باللي انا قايدت اسمائهم دول، والباقي هيروح. مفهوم؟ اللي انا كتبت اسمائهم دول يتفضلوا معايا، والباقي يستنوا هنا. طيب يا جابر، حسابي حصل فيه معاك بعدين. يا جدع انت، ايه اللي موقفك عندك؟ جابر طه المنصوري. تعال يا جابر، تعال. انت عاوز الالف جنيه ليه يا جابر؟ انت ايديك بتعرق. خلقت ربنا، هعمل ايه؟ ده لما بتكون مضطرب او خايف. لا مش خايف، بس دي حاجه غصب عني. ما قلتليش عايز الفلوس ليه. الناس بتعوز الفلوس ليه؟ عايزها وخلاص. ايوه بس مش هتاخدها الا بعد ما توصل الحموله. اللي بيني وبين جنابك توصيل الحموله، اذا ما وصلتش يبقى مش هاخد حاجه، وإذا وصلت أبقى أنا حر في فلوسي. يعني ما سألتنيش عن نوع الحمولة. ما يهمنيش. تعجبني. أنت تروح بيتكم دلوقتي ترتاح شوية، وتيجي الساعة 6:30 الصبح عشان الكشف الطبي واختبار السواقة. تعرف تمضي يا جابر؟ وأقرا وأكتب. خد امضي. إيه ده؟ شطلاوي؟ ايوه. هايل. صابر احمد محمود. الله
لابس ونازل ادور عليك. وطي صوتك، امك نايمه في الصاله. اه وبنت في الشركه متهيالي. وايه هو الشيء المطلوب نقل ان شاء الله؟ انا قلت لمدير الشركه ان انا مش عايز اعرف حاجه. اسمع يا جابر، اظن ان الشحنه دي بخصوص حريقه البير، واعتقد انها ماده كيماويه. مفيش مانع نعرف ونسال ايه هي الماده اللي مطلوب نقلها، ويستحسن اننا. انت نمت؟ ايوه، عندي كشف طبي الساعه 6:30. سيبك منه ده، انا عارف دقيقته حتى لو نجح. كل الناس تجيلي كده، اللي هيسمع اسمه يبقى نجح في الكشف الطبي يجي الناحيه دي، اللي ما يسمعش اسمه يبقى مش عايزينه يروح على طول. ومن سكات جابر طه المنصوري. افندم. محمد علي صالح. افندم. حسين صادق السناري. عنتر محمد عبد الوهاب. عنتر محمد عبد الوهاب. انا يا باشمهندس، يا باشمهندس، خدوا كل الناس وما خدونيش ليه؟ انا بعرف انجليزي اكسنت، اي ام تيتشر. انت اسمك ايه؟ بساده خليل رزق الله، ومعايا رخصه قياده دوليه. مش هو ده ما خدتهوش ليه؟ خلصت منه الساعه بقت 11. يا باشمهندس تقرير الدكتور بتاعه اهو. وريه. لغط في القلب، يمنع من القياده ويحال المستشفى لعمل رسم قلب على بطن السرعه. يا استاذ انت عيان لازم تتعالج. شوقي ابعت التقرير للاستاذ على الموقع. ها كد، انا مش عيان، انا بلهف رجلين على البريكفاست غير الغموز. تو عيا عيا، ده ايه اللي الواحد ما يدراش بيه؟ دول شويه دي تنفس، لكن ام عادل بتعمل لي نعناع ببقى زي البوم. عنتر عبد الوهاب. عنتر عبد الوهاب. عنتر عبد الوهاب. عنتر عبد الوهاب. انت قاعد هنا؟ ما بقاش الا العيال اللي يتنادي اساميهم قبل مني، دي مقصوده بقى. اشمعنى احنا ما زعلناش يعني؟ حاسب! ايه ده؟ سائد انزل. في حد قال لي حاسب يا باشمهندس؟ الفرامل اللي انت عملتها دي سقطتك مهما كان السبب. اتفضل انزل. يلا. وهام الابيض. وهام الابيض. مين اللي قال حاسب يا اسطى جابر؟ الاسطى بتاعك يا حاتم. حاسب! بيستهيالك ده من يوم ما اتولدت. يا باشمهندس انا امتحنت في كافة مع رخصة. حاسب حاسب فرمل بسرعة. كيف افرمل يا باشمهندس؟ يعني لما تبقى العربية محملة بضاعة افرمل فجأة وافرتك البضاعة؟ ده في عرف السواقة غلط يا باشمهندس. دي اصول السواقة دي، اتعلم السواقة الاول يا باشمهندس. شرم دفوت يا باشمهندس. الحمد لله قدامنا 36 ساعة. بلغ البير بالإشارة دي. بلغتهم يا باشمهندس. برافو،
برافو يا سنان. يعني مقبول ان شاء الله يا باشمهندس. اقف يا رجاله، الباشمهندس جاي. الساعة بقت 2 وانتوا لازم تطلعوا بالحمولة الساعة 11 مساء، ولسه قدامنا تفصيل هدوم للي هيطلعوا وتكميل الصيانة. باختصار انا ما عنديش وقت. اللي نجحوا في اختبار السواقة والكشف الطبي انتوا السبعة، وانا عايز 3 بس، 2 لكل عربية ومعاكم أسامة. بصراحة بقى لازم نستغنى عن 4. انا لا. انت ما بتعرفش تقرا وتكتب يا توامي. لكن بعرف اسوق. في خريطة بالمواعيد وأماكن الراحة لكل عربية، دي حمولة من نوع خاص. مش التانيين بيعرفوا يقروا؟ خلاص أنا مع واحد منهم. كلكم متمسكين بالسواقه؟ طبعا. امال ايه؟ عارفين ايه نوع الحموله اللي هتشيلوها؟ لا مؤاخذه يعني هتكون ايه؟ جواهر. وانت يا جابر لسه مش عايز تعرف نوع الحموله اللي هتشيلها؟ انا مفيش قدامي غير حاجه من اتنين، يشيل الحموله مهما تكون واخد الالف جنيه يا ابويا. صدقني يا باشمهندس ما عادتش تفرق معايا. هي دي الحموله. دي نقطة من الحمولة. ورينا يا شباب. متعلمتوش في الجيش انه لما نسمع انفجار ننبطح ارضا او انبطحت؟ وطاحي كان هايل. ما بتضحكوش ليه؟ انا بهزر. لا مؤاخذه يا باشمهندس، ممكن اعرف ايه اللي فرقع دلوقتي؟ زي ما قلت لكم، نقطه من الحموله اللي هتشيلوها. الحموله اللي هنشيلها؟ لا يا عم، انا عندي بيت وعيال، لعبه كبيره، ما ينفعش اللي مستغنى عن عمره. حد مستغنى عن عمره يا رجاله؟ اتكلم عن نفسك بس. انا عن نفسي يا عم انا ماشي. في حد تاني عايز يمشي؟ اللي عايز يتفضل من دلوقتي وانا هجيب غيره حالا. مؤاخذة يا باشمهندس، أنا قصد سيادتك في خدمة ويا ريت ما تكسفنيش. أه أمور يا جابر. الواد بيليا، قصدي عنتر عبد الوهاب. ماله؟ يعني لو سيادتك تقبل، الواد ده شاطر وغلبان، إن شاء الله تشغله بنص يومية. هشاوي، دخل بيليا ورشة الصيانة واديله يومية كاملة. متشكر، متشكر أوي يا باشمهندس. يا باشمهندس، المدير عمل تليفون. تعال ورايا. يا باشمهندس، بعد اذن سيادتك عند البيليا، هو موجود. ماشي يا جاب. يا عنتر، يا بيليا تعالى، وافقوا عليك. ربنا يخليك يا استاذ جابر، ربنا يخليك. احنا ان شاء الله يا فندم هنتحرك الساعه 10 بالليل من الشركه. يا فندم، ما انت حضرتك عارف الشمس ودرجه الحراره. حاضر يا فندم. مضيهم مضيهم. تشرف يا فندم، تشرف. أملنا في رحمة ربنا إن الريح ما تقلبش لحد الحمولة لما توصل بالسلامة. مع السلامة يا فندم.
جابر طه المنصوري. امضي. أسامة بيومي. ولو إنك مش محتاج عقود يا أسامة. أنا مش عايز فلوس يا باشمهندس. ده وجبة ناحية شغلي وأهلي وناسي. طب خد أنت. أنتوا اغتنيتوا يا بتوع الشركة. السناري. وأنا عقدي فين؟ أنت احتياطي يا تهامي. احتياطي؟ احتياطي لمين بقى؟ لأي حد يغيب أو يرجع في كلامه أو تمنعه ظروف. عملتها برضو. تهامي. الرحلة دي خطيرة، خطيرة جدا، وانت بصراحة بقى ابتديت تعجز. أنا مش عجوز. إيه ده بس إيه ده؟ تعال تعال بس تعال 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 تعال. ساعة الخطر من النوع ده بيبقى من الصعب جدا إني أجامل أي حد مهما كان التمن. ده موت تهامي، موت بيتحرك على عجل، وإنا لازم أنقذ البير واللي فيه وأهالي عزبة السلامية. أنت هتفضل احتياطي. رضيت ولا ما رضيتش برضه هتفضل احتياطي، وانت عارف السبب ليه. طب ما تعمل لي عقد احتياطي برضه. حاضر يا تهامي. شوقي اعمل عقد التهامي احتياطي. تشكر. عاوز مني حاجه تانية يا باشمهندس؟ قربوا شوية. أهم حاجة لازم تعرفوها إزاي الفرقعة دي حصلت من نفسها. مش ده برضو سؤالك يا استجابر؟ أصل الحقيقة ساعتها ما خدتش بالي يا باشمهندس. مادة النيتروجليسرين مادة شديدة الانفجار لمجرد اهتزازها بشدة. كمان روحها من أكثر من ارتفاع 30 سنتيمتر بيفجرها زي ما أنتوا شفتوا دلوقتي. مش كده وبس. دي كمان درجة الحرارة لما توصل لخمسين درجة النيتروجليسرين يبتدي في التحلل، وبالتالي انفجاره بيزيد مع أي اهتزاز. يبقى لازم نتفادى حاجتين، الاهتزاز والحرارة. الاهتزاز ده في إيديكم أنتوا اللي حسوه. أما بخصوص الحرارة فلما الشمس تبقى عمودية لازم نركن في الظل ونراجع عدوات التبريد اللي فوق الجمدانات عشان درجة الحرارة ما توصلش لخمسين. عموما في جداول هتنزل بمكان ومواعيد الانتظار بالتفصيل وبدقه. لا مؤاخذه يا باشمهندس، سؤال لنفسي يعني. اسال يا جابر. مفيش حاجه تطفي النار غير الحموله اللي بتفرقع دي؟ ده سؤال وجيه. الباشمهندس شوقي هيرد عليه. انا مبسوط منك قوي يا جابر. خليكم معايا يا اخوان. دي نار، عشان نطفيها نعمل ايه؟ بسيطة يا شغلانة. صح جدا اللي انت عملته يا تهامي. كمية هواء شديدة مليانة ثاني اكسيد الكربون نفخها تهامي، منعت الاكسجين عن النار طفتها. ده بالنسبة لنار الولاعة، لكن نار البير تدفع كام وانا اروح انفخ فيها لغاية ما تنطفي. النيتروجليسرين لما بينفجر بيعمل تفريغ للهواء اللي انتوا بتسموها فرقعة. احنا علميا بنسميها خلخلة للهواء، يعني منع الاكسجين عن النار، وده بتقوم بيه شركة متخصصة. طب لا مؤاخذة يا باشمهندس، ما عندكوا طيارات؟ مجرد دوران موتور الطيارة يعمل اهتزاز شديد جدا يفجر الحمولة وهي لسه على الارض. وبعدين لو كانت الطيارة تصلح ما كناش بعتنا جبناها كسناري. ودلوقتي قدامكم ثلاث حاجات لازم تعملوهم. نمرة واحد، الترزي ياخد مقاساتكم. نمرة اتنين، تاخدوا راحة وترجعوا الساعة 7 عشان تعينوا العربيات وتستلموا الخرايط والجداول. الحاجة التالتة، تاخدوا راحة للساعة 9 عشان هنبتدي الرحلة الساعة 10 مساء بإذن الله. حد عنده أي أسئلة؟ لا مؤاخذة يا باشمهندس، حضرتك كاتب 1000 جنيه، وأنا بصراحة ما أقدرش أعمل الحكاية دي بألف جنيه. مع السلامة يا أحمد. بقالكوا يجي ساعتين عمالين تقولوا اذا وقعت نقطه على الارض هتفرجع واذا اتهزت هتفرجع. ايه خبريه يا باشمهندس؟
عاوز نموت بألف جنيه واحدة ولا ايه؟ لا نموت بألفين جنيه. لا ثلاثة. هو لعب عيال يا عبيس؟ أنا هاخد أكبر مبلغ تدفعوه. وأنا زي جابر تمام، اتنين كويسين. إيه لوي الدراع ده بقى؟ إحنا اتفقنا وخلاص. خلاص، اطلع أنت بالعربيتين وحديك. خلاص يا سناري، اتنين كويسين. تمام يا باشمهندس، سناري وافق على اتنين، وإحنا التلاتة كمان وافقنا على اتنين، يبقى خلاص. خد يا عبيس أنت وسناري أنا عايزكم. الله 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 الله. يعني هتدفع تلاتة؟ انت لسه احتياطي. يعني هتدفع تلاتة؟ ايوه هدفع تلاتة، وكل واحد من الاساسيين هيصرف 50 جنيه قبل ما يروح، وده مكتوب في العقد. اتفضلوا بقى. وانا لحد دلوقتي انت لسه احتياطي. لا يفهم بس سبب السرد عادي ايه؟ اللي ما حد مسعرنا ويرد عليا يا غلبي. لا 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 يا حبيبي لا، ده انا معاهد ابوك الله يرحمه من وانت في اللفه، ان لو جه اليوم ده وانا عايش انا لا زينك بنفسي. بس بسرعه يا خال. حالا يا قمر. ايوه كده بس. مش بسادة فندي طلع عيان وعنده القلب وحيودوه المستشفى؟ لو ربنا كتب لي عمري ورجعت اول حاجة هدفع له تمن العلاج. حبيبي ربنا يكرمك يا جابر يا ابن مجابر. يعني فيها حاجة لو استنينا اخوك شهاب ما هو زمانه على وصول دلوقتي. يعني هو المشوار اللي بيرزعه للبصة ده عشان مين؟ أي مش تخف ايدك شويه يا خال؟ ما تخلقش اللي يقول لي خالك الكلمه دي وهو بيحلق له ابدا. تعالى هي ايه العباره بالظبط؟ ما تتكلم يا سحسين. هو خالك ماله؟ الحكاية دي حصلت له من يوم ما داس على اللغم. معلش اطلبها لي يا خالي. البركة في الست والدتك. محدش هيطلب لي نبيلة غيرك يا خالي. لازم يعني؟ الأصول كده يا جماعة. احنا بنطلب ايد بنتكم نبيلة لابننا جابر. طلع الدبل. اتفضلي. ايه دول؟ 50 جنيه مقدم مهر نبيلة، واول ما يوصل شهاب من البوسطة لكم 50 جنيه كمان. كل الـ50 اللي خدتهم من الشركة؟ وادي وصل بـ2950 جنيه مقبول الدفع يوم ما ارجع من البير. يبقوا 3000 وزيادة. خد يما. عاجبك الهبل اللي بيحصل ده؟ واحنا مالنا؟ نقرا الفاتحة بقى. ايه ده؟ بتديلها كل اللي خدته واللي هتاخده؟ بالملين. طب وانت؟ بحبها يا استاذ وهمي وعاوز اساعدها.
بس الحمولة دي يا اسطى جابر، لو مت مش هستفيد بالفلوس، ولو عشت هبقى كسبت نبيلة. انا ما فهمتكش كويس ليه يالا، هو انا اللي غبي ولا انت الله يرحم ابوك عارف يا ربي. مبروك، الله يبارك فيك. مبروك يا ست شكري، مبروك يا ست ام جابر، مبروك يا نبيل، مبروك يا جاب، مبروك يا حبيبتي، مبروك يا جاب، الله يبارك فيك. طيب استاذن انا بقى. ايه مالك يا سيد الرجال؟ حد غصبك على اللي عملته؟ نقرا الفاتحة بقى ان شاء الله. يا شباب افندي، شباب افندي. نعم. اخوك جابر نجح في امتحان السواقة. ايوه. وهياخد 3000 جنيه. عرفت عرفت. وسادة افندي طلع عنده القلب. مش هيشغلوه. الله يكون في عونه. واخوك جابر في بيت العروسة. عندي تهامي. كل فلوسك يا جابر؟ وكمان فلوس اخوك؟ ليه؟ هي كانت السفيرة عزيزة ولا كانت السفيرة عزيزة؟ استجابر استجابر. نعم. اخوك شهاب افندي راح لكم عند العروسة. يبقى جاب الفلوس. عرفت اللي بسادة فدت اللي عند القلب ومش هيشغلوا معاكم. معلش اسبقوني انتوا، انا رايح لشهاب. مش كفاية اللي دفعه لها كمان ياخد فلوس الغلبان اخوه؟ جالك ايه يا حسين؟ مش شايف العمايل اللي بيعملها ابن اختك وساكت؟ بيحب يا مجابر بيحب. البت نبيلة دي لازم عامله له عمل. ده لازم حد من الشركة. اوعي تطلعي يا ام عادل، احسن يكون المهندس رافض بيه، ضروري اكتشف ان التقرير الطبي غلط. شهاب افندي، الاستاذ جابر، اهلا وسهلا، اتفضلوا. يا ساتر. لا الجماعه جوه، اتفضلوا. استريح يا شهاب افندي. ارتاح انت يا استاذ افندي. ارتاح؟ ارتاح ليه؟ هو انا تعبان؟ امال انتوا جايين ليه؟ مش اكتشفوا ان التقرير الطبي غلط وبعتلكم علشان اسوق؟ ثانية واحدة، ألبس هدومي واجي معاكم. أنا جاهز، الشنطة أهي، وأم عادل لبست العيال والكل مستعد. صحيح أم عادل بتعاملني زي ما أكون عيل صغير، لكن معلش لما أرجع من البير ومعايا الفلوس ونهاجر هنرتاح، هعوضها شوية من القسوة اللي قاسيتها معايا. هو ليه مش عاوز يصدق إنه عيان؟ حكاية العيا دي طلعها عليا الدكتور علشان يتغاظ مني، اصلي لاني بتكلم انجليزي احسن منه. اكسلنت يا راجل فوق، بلاش كلام الفارغ ده. يا سادة افندي، على فكره انا جاي لك بخبر هيفرحك قوي. انت مش كنت طلبت مني فلوس عشان تقطع التذكره؟ معلش بقى. وقلت لك ان وعدت اخويا جابر اديها له. كل شيء نصيب. خلاص اهو جابر يا سيدي بنفسه تنزل لك عنها. ايه ده معقول؟ والفلوس اهي. اتفضل يا ام عادل. البسي يا ام عادل، فلوس التذاكر جت؟ لا الفلوس دي هتتعالج بيها.
ليه القسوه دي؟ استنى يا جابر. ايه ده بس؟ انت دلوقتي الفلوس مش معاك؟ هكتب لك بيها وصل. يعني خلاص ما عادش قدامك مشكله في السفر. يسافر ازاي بس وهو في الحاله دي؟ اصبر بس يا جابر. يا استاذ افندي، انا واثق انك بتحب العلم، والعلم يعني البحث عن حقيقه الشيء. تمام. بس انا شايف انك بتتالم، وده يدي احتمال يا اما انك تعبان فعلا، او دي حاجه عارضه زي حاله عصبيه مثلا. شاب انا ما عنديش وقت للكلام ده. اصبر يا جابر، العلم يطلب مننا في الحاله دي اننا نقطع الشك باليقين. فايه رايك لو تلبس وتيجي معانا نروح الشركه؟ لان اخويا جابر خد موافقه من المدير العام ان الدكتور يكشف عليك ويعمل لك تحاليل، وان شاء الله تطلع النتيجه ايجابيه ومفيش حاجه وتسافر. مهمه قوي الحكايه دي. شهاب فاهم، مراته وحصلني على العربيه، لازم اكون في الشركه الساعه 7. دايما عامر هني. الله يهنيك. استأذن انا بقى، انت قاعد معنا شوي. معلش عشان يدوب الحق انام ساعة. طبعا اذن دقيقة واحدة. اتفضلي. بقى صبرتي السنين دي كلها ومش قادرة تصبر يومين؟ صحيح، بني آدم ده إيه؟ يفوت من عمر الواحد قد ما يفوت ولا تحسش بيه، ويجي يوم ولا حتى ساعة ويبقى قلب الواحدة مستخسر حتى نمشي تعين. الله، إيه الكلام الحلو ده يا بت؟ ما تزعليش. ايه الكلام الحلو ده يا نبيلة هانم؟ ده بقى نايب الست ام جابر وشهاب افندي وخالك حسين. مش لسطة تهامي اولى منهم؟ اهو جبنا في سيرة القط جاي ينط. ايوه جابر. لا يا حبيبي، اوعى تبيع نفسك بأي تمر. سيب نبيل، سيب العالم كله، بس ما تفضحش نفسك قدام نفسك. مش فاهم. الخوف، الخوف يا جابر، انت لسه صغير وما جربتوش، لكن انا جربته، انا جربته. دوسه واحده على كبسوله لغم كانت بعمري كله. تقوم انت تشيل حموله عربيه بحالها، تفرقع لو اتهزت، لو بس اتهزت. كل حاجه معمول حسابها يا خالد. لا شهاب بيقول لي ان الشمس لو حمت عليها هتفرقع. عارف يعني ايه ان اي غلطه ممكن هتموتك؟ بس انا مش خايف. ده دلوقتي بس قدام نبيله وامها وقدامي. عايز تعمل عنتر زمانك قدامنا كلنا، لكن لو اول عربيه ما تبعد عن العمار هتحس بالخوف، هتفتكر ان اي غلطه هيكون ثمنها حياتك. انت ليه بس عايزنا خاف يا خان؟ لانك هتخاف، لازم هتخاف. بس الحموله لازم توصل، في غيري هيسوقه. لا الحمولة مش هتتحرك، مش ممكن الحمولة دي هتطلع. على جثتي نقل الحمولة، على جثتي نقل الحمولة، على جثتي نقل الحمولة. تصبح على خير. ايه؟ هذا كله عايز تروح؟
عندك حل تاني؟ عم هدي 50 جنيه اللي جابهم الوقت الدوم. انت بتفكري في ايه؟ انا عاوزاك انت يا جابر، فرحتي بالفلوس لو جابوا لك حاجه هعمل بيهم ايه؟ انت قلت لي دي سكه واحده وانا عارفه سكتي كويس. انا عايزك انت يا جابر وتغسليه يغور مال الدنيا كله من دونك. ما تخبطيش عزيمتي، لازم اروح. مش هترجع لي يا جابر. ما تخافيش، استنيني انا راجع. يرجع لك وانا في كفن، يرجع لك وانا في زفة فرح. يا ترجع لي وعار الخوف على راسك زي خالك وتهرب تاني. يعني مش سامع الخط يا شاب؟ مالك يا ضناي؟ هي الساعة كام؟ الساعة 10:05. طب ما تخش واقف كده ليه؟ يعني فاضل ساعتين الا خمس دقايق. ليه؟ انت هتنقل الحمولة دي برضه؟ ليه خالك ما قالكش؟ قال. وبرضه هتنقلي؟ مش عارف. اعملي لنا شاي يا امي. تعال تعال نقعد في الهوا شويه. معنى كل ده إن الاهتزاز العادي في حركة بطيئة مش هيسبب انفجار النيتروجليسين. نطبق ده على الحمولة ونوضح بالورقة دي عشان يبان الاهتزاز. هنلاقي إن الفرملة البطيئة البسيطة يعني هتعمل كده، لكن الفرملة الشديدة تعمل كده. هنا في اللحظة دي ممكن يحصل انفجار. ايوه بس جايز في اي طريق، حاجه تعدي قدامك فجاه. جايز قوي في الظروف العاديه قطه تعدي من قدامك فجاه تيجي تفاديها تقلب العربيه. عارف ليه؟ لانك ما انتش متوقعها، والحموله اللي انت شايلها مش شغلاك. من خوفك على نفسك وكرد فعل طبيعي هتدوس على الفرامل فجاه. لكن في حالتنا دي انت عارف كل شيء عن نفسك وعن الحموله وعن العربيه، يبقى هتخاف من ايه؟ عمر الخوف ما يدخل قلبك إلا فجأة، أو إلا إذا أنت جهزت نفسك للخوف. ودي قيمة إنك تعرف الخواص العلمية للشيء اللي أنت شايله. لما تعرف من غير ما تدرى هتلاقي جهازك العصبي وردود أفعالك هتشتغل على الأساس ده، وعمرك ما هتدوس على الفرامل فجأة. يعني أنت رأيك يا شهاب ان انا اروح وقايس؟ تقايس؟ تقايس ده ايه؟ انت رايح تنقذ ناس واموال وفلوس، وده عمل كبير. ما كفايه بقى يا شاب، انا ما عدتش فاهمه انت بتزق اخوك على السفر ليه. انا داخل الحمام. يا اخي يحب اخوه يوم يزقه على الفلاك؟ يا امي الحموله دي لازم توصل، لازم توصل انقاذا لعمال البير والاهالي عزبه السلاميه، وكمان انقاذا لفلوس البلد. وما ينقص فلوس البلد الا اخوك دونا عن الناس كلهم. انت ليه ما عدتش حنين على اخوك من يوم ما رجع؟ ايه؟ عشان ايه؟ عشان عرفت ان نبيله بتحبه؟ بقى معقول عاوز تزيح اخوك شقيقك عن طريقك لاجل ما تفوز بنبيله؟ يا امي احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ منك لله يا بنت شكرية. ها قلت ايه؟ ايه بتبصيلي ليه؟
لا انا مش موافق. ليه؟ كده بظلمها، بتسبب انها تبقى ارمله، بضيع مستقبلها. لكن دلوقتي هي مخطوبه وبس، ودي تفرق، تفرق كتير. اكنك طالع النقله دي على اساس انك تموت. بعد الشر بس عليك يا شهاب، ليه بتفول على اخوك؟ شوف يا جابر، اذا العلم اللي انت عرفته عن الحموله دي وطبيعتها ما قدرش يطرد الخوف من جواك، يبقى بلاش تطلع احسن. احسن بلاش، احنا عاوزينك يا ابني. وانا مستعده ارجع الفلوس والوصل ولا؟ اذا كنت حاسس انك سواق ماهر وعندك عقل يفهم طبيعه شغلك، الخوف نفسه هيهرب من جواك، وهيبقى بداله العقل والحذر والرغبه المجنونه في انك ترجع سليم لمراتك. وهتلاقي نفسك من غير ما تدري مش قادر تغلط اي غلطه، لان الغلطه الواحده تمنها ان نبيله تبقى ارمله. لو كتبت كتابك عليها دلوقتي قبل ما تطلع الرحله، يبقى انت اللي كسبت اول جوله مع الخوف. المؤمن بصحيح عارف ان الموت بيدرك الانسان ولو كان في بروج مشيده. الايمان بالله يا جابر معناه الايمان بخلقه وحقهم في الحياه، معناه الايمان بدنيته اللي خلقها لنا عشان نعيشها ونستمتع بيها، بس نعيشها واحنا احرار، احرار من غير خوف. هو معقول عم عبد الهادي المأذون هيرضى ينزل من بيته دلوقتي؟ يعني موافقة؟ وإذا ترملتي؟ مش هيحصل، هترجع عشان. أنت متأكدة من اللي بتقوليه؟ وعد عليا قدام والدتك وأمي وسيشاب أفندي، لو كتبت عليا الليلة دي هستناك بالفستان اللي جبتهولي على راس العزبة. ألف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك. متشكرين قوي. مع السلامة. اتفضلوا اتفضلوا. هي الساعة كام؟ مفيش ساعة في بيتكم؟ اخواتي مفيش صغروطة واحدة يوم كاتب كتاب ابني؟ إلا واجدي. ما زغرتي يا أم بقى كده يا جابر، تكتب كتابك من ورا خالك، خالك اللي موت نفسه علشانك، ليه يسهر بعدي؟ خلاص يا أم، قلت هنقل الحمولة يعني هنقل الحمولة. يعني مش خايف يا جابر؟ وانتي؟ لا بقيتي مراتي دلوقتي، لازم تقعدي هنا في البيت مع امي، واذا حبيتي تروحي تزور امك تساعديها وتشوفي عايزه ايه، انا ما عنديش مانع. هو انت هتغيب شهر؟ دول كلهم يومين. وهيرجع لك باذن الله. يلا يا استاذ جابر. ايوه انا جاي يا باشمهندس. لا اوعي الابتسامه دي تروح، اوعي. حاضر. نبيلة أمانة في رقبتك أنت وشهاب. مع السلامة يا ابني. هو انكتب عليا إن أنا أعيش اللي باقي من عمري وأنا قلقان عليك. ادعيلي يا أم.
إذا كانت السفرية دي فيها خير ربنا يوفقك، وإذا كان فيها شر ربنا ينجيك ويبعدها عن طريقك. يلا يا استجابر. أيوة جاي. سلام، ألف سلام. شوفك بخير. بلاش روح. لازم اروح يا خال. لا ادعي لي ربنا يوفقني. هو شهاب ما قالكش الحموله دي قوتها قد ايه؟ اكتر من اللغم. ما هو عشان كده لازم اروح. لا ما انتش رايح. سيبني يا خال. سيبني يا خال. يا خال الوحيد يساعد ناس. لا حاسب عليك. سيبوني اوعى. بلاش يا جابر بلاش، ده الخوف صعب يا جابر بلاش. متأكد ان اسامه مش في البلد كلها؟ انا اللي دورت عليه بنفسي، لفيت على السواقين كلهم وجبتهم، محدش عارف هو فين. انا عارف مين اللي له مصلحه في اختفائه. ده هيكون مين ده يا باشمهندس؟ انا هبقى اقول لك. انا عارف اللي يحصل. يعني اسامه يا تهامي؟ فتشني. هنهزر؟ ايه اللي جابك قبل ما عادت بنص ساعة؟ هو انا مش احتياطي؟ جرأ ايه رأفة بيه؟ هتهزقني قدام عمالك؟ وهقتلك كمان ان ما قلتليش فين اسامة. مش عارف. سوي هات الورشة بتاعته. لا مش الورشة، محدش يمد ايده عليها، دي عليها شمع احمر، لو الحكومة عرفت هتودوني في داهية. اوعى ارجع مطرحك. دور لي كويس في كل حته. حاضر يا باشمهندس. مش حد هنا يا باشمهندس. طب تعال. أسامة ما جاش معاكو؟ أبدا، والساعة بقت 11 وربع. تعال شوف كده برضه عملتها في الاستقسامة؟ أنا مش فاهم ملعوبش في الورشة إزاي. أنا مش عارف. علي أنا برضه الكلام ده يا أستاذ تهمة. اللي بتفكروا فيه ده أنا ما عملتوش. أنا ما لمست الشعر من أسامة. أنت حسابك معايا بعدين. اتفضلوا غيروا هدومكم كلكم. وانا اتفضل. ابدا التحميل. سناري ما تعرفش انا هركب انهي عربيه؟ سمعت ان احمد عبيس هيركب معاك في العربيه دي. مع بعض بالراحه. ماشي على طول على طول. انت لسه ما روحتش يا بليا؟ حالا غير اروح يا باشمهندس.